أسعد الله كل أوقاتكم. أنا الأستاذ الدكتور عبد الخالق الختاتني من جامعة اليرموك من قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، أستاذ التغير والتكنولوجيا والمجتمع في قسم علم الاجتماع. نحن الآن بصدد عرض كتاب مهم جدا بعنوان التحولات الاجتماعية في دول الخليج العربي. هذا العمل يتسع إلى 10 فصول متنوع وممتد على ساحات دول الخليج العربي بمجملها من السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والإمارات. يتناول هذا الكتاب التغيرات الاجتماعية التي حدثت إلى دول الخليج العربي أو في دول الخليج العربي بعد الاستقلال وبعد تدفق الثروة النفطية والتغيرات الاجتماعية وتدفق المال لدول الخليج، مما أثر على التكوين والتركيب الاجتماعي والسكاني في دول الخليج العربي. الكتاب يتحدث عن تغيرات جوهرية وأساسية في دول الخليج العربي، منها التركيبة السكانية والمواطنة وكيف تدفق عشرات الملايين إلى دول الخليج بحثاً عن فرص عمل، مما أدى إلى تغيير في التركيب السكاني وأثر على الهيكل السكاني والتركيب السكاني في دول الخليج، وأثر على المواطنة وعلى الهوية بشكل أساسي، بحيث أصبحت هنالك مدارس أكثر من عدد المدارس الوطنية في بعض الأقطار العربية. على العموم هذا الكتاب يستحق القراءة والاطلاع عليه، وهو موجود الآن في مكتبة جامعة اليرموك، وهو مهم لجميع الدارسين في العلوم الاجتماعية والمهتمين بالتحولات والتغيرات في المنطقة العربية. يسعدني أن أقول لكم بأن هذا الكتاب هو إصدار عام 2021 صادر عن مركز دراسات العربية والأبحاث في بيروت، فهو مهم جدا وأنصح بقراءته والاطلاع عليه.